يعني يمكن هذا الخطاب يمكن أتى قبل مليونية الأمس، حدث عكس ذلك بالأمس، لكن كان هناك مؤشرات تحدث عنها العديدين من المحللين أن السيد عبد الفتاح البرهان ذاهب إلى أي حل يمكن أن يوقف نزيف هذه الأزمة. صحيح، من الناحية النظرية يعني إذا قرأت الحوار بشكل نظري مجرد تستطيع أن تقول أن في الخطاب رسائل محددة بما فيها مسألة البحث عن تسوية سياسية، لكن واقع الأمر أو واقع الحال حقيقة يكذب ذلك تماما ويمشي بالاتجاه المعاكس تماما لهذا الاتجاه. كيف يمكن لك أن تتحدث عن تسوية وأنت تمارس الاعتقال قبل هذا الحوار بيوم بشأن مدنيين أحيانا بتهم جنائية وأحيانا الناس ليس حتى بأي تهمة؟ يعني إذا كان اعتقال أعضاء لجنة إزالة التمكين تم بموجب حتى استدراج للتحقيق حول تهمة، ثم من داخل مكاتب الدولة يتم اعتقالهم لدى جهة أمنية وترحيلهم للقسم الشمالي للتحقيق في تهمة جنائية أخرى. يعني إذا افترضنا هذا المبرر في حق أعضاء لجنة التمكين، فما هو المبرر من اعتقال السيد خالد سلك وزير مجلس الوزراء السابق واعتقال حتى الناشطين في لجان المقاومة واعتقال مدنيين كثر؟ يعني حتى وصلت المسألة اعتقال فنانين ناشطين واعتقال مصورين كما تم بالأمس. فهذا كله حقيقة يفضح يعني الاتجاهات الحديث عن هذه الاعتقالات.